جاني الفيديو هذا فيه نشوف فيه الدخان والبخار لكن كالعادة عادة صامت ما عادش نعلق الموضوع عليه هي نيسان موتورها دي سي اي اه يوري فيها يعني كيفاش يخرج البخار وكيفاش صوت المحرك يعني فيه صوت يعني غريب شوية اه ما عطانيش حتى تفاصيل على المشكل باش نجم على الاقل نحلل باكثر يعني خبره ممكنه يعني باش الواحد ينجم يفهم الموضوع منين جاء بالضبط هو المشكلة هذه هو عملية متاع خروج بخار من المحرك عنده عدة أسباب أول سبب هو نوعية الزيت لكن نوعية الزيت رديئة يعمل المشكلة هذه ثاني سبب هي السرعه المفرطه مع زيت ردي يعمل قماش نقول احنا في الـ في الـ في الطستوم من داخل يولي يعمل الصوت هذا يعمل البخار هذا عدم الصيانه في وقتها عدم الاهتمام بالماء والزيت في كل يعني وقت يعني اللي يحتاج فيها الانسان يعني يعمل كنترول نقول احنا يعمل فحص الحراره الزايده اذا كان سخنت اكثر من اللازم يصير لها جمال في الداخل يصير لها يعني مشكله في في البستونات نتاعها تعمل مشكله هذه المشكله هذه كيف قلت لكم عنده عده اسباب بالنسبه للصوت هو يعني صوت راجع عن تحركات البستونات من داخل والبخار نفس الشيء هذه الحالة ما, ما يعني الدواء نتاعها الوحيد انه هو يصب لها زيت نظيف يعني ماركة باهية ويكون على الأقل حتى صفر أربعين مش لازم عشرة أربعين لأن الموتور هذايا بدا يتعب ما زادة كيلو الكيلومتراج نتاعو قداش ماشي لأن هذا عنده دور كيلو الكيلومتراج قداش ماشي يصب لها زيت صفر أربعين بعد ما يعملها تغيير الفلتر وكل شيء ويعملها زيت صفر أربعين زيرو كارونت يمشي بها ويشوف اذا كانت نحاله الصوت هذا ترم الترمفيل هذا فبها من نعمة ما تنحاش يعني اذا كان ما وراهش نقص زيت كان الشيء هذا قاعد كما هو بعد ما غير الزيت وغير الفلتر قاعد كما هو وما فماش نقص زيت عادي استعملها عادي ونقص لها في السرعة 10 فوت بيها ما عادش يفوت بها المية وعشرة ديما يهتم بالنقص اذا كان فما نقص زيت ولا لا لحد ما يولي ياكل زيت وقت يولي ياكل زيت واكثر من شيء زيت مفرط يعني يولي وقتها يخمم في تغيير المحرك لان هذوما المحركات هذوما ما تصلحوش حتى يتصلحوا راهو ما ينجحوش 50% 50% ديما هذه كلمه نقولها ما نسترجعش فيها لان برشا ناس يعني تنقذني كباش انت ما تحب كانت تغير محركات كان تغير محركات انا اعرف خاطر اللي يرجع باش طرتني يحسب روحه ما مشاش اذا كان انت باش تصرف 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 وفي الاخر يعني شكون المتضرر؟ المتضرر انت الميكانيكيان باش يخلص، قطع غيار مش يخلص، الخراط يخلص. أنت المتضرر الوحيد. ولهذا اختصر المسافة وغير محرك كامل وارتاح. هذا في صورة إذا كانك أنت احتاجت إلى تغيير محرك إذا كان ما احتاجتش تغير فيه. خليه. كما هذا إذا كان هو ما ينقص يزيد. عادي ما تخافش منه، خليه يمشي به حتى 10 سنين أخرين. ما يعمل حتى شيء. هذا النجم، هذا اللي نقدر نقول لك عليه. وإن شاء الله يعني ما يكونش فيه إشكال آخر و وتخسر عليه فلوس زايدة وننصحك ما تمسوش المحرك هذا ما تمسوش إن شاء الله ربي يستر